السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم بناتي واخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم هناء من قناة عالم هناء للخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز، اللهم بارك. اكتر من 60 ورشة شنط على القناة، اتعلمي وابتدي ويلا ابتدي مشروعك، وسمي بسم الله وصلي على الرسول وقول انا هبتدي وهعمل مشروعي بامر الله. بس ابتدي بالكورس الاول علشان تبقي من مبتدئة المحترفة بامر الله. الكورس هتلاقيه عندك في صندوق الوصف. اجيب صندوق الوصف ازاي؟ دوسي على كلمة المزيد اللي تحت الفيديو، هيوصلك لصندوق الوصف وهيوصلك للينكات اللي هتوصلك للكورس تعليم شغل الشنط للمبتدئين. الكورس هو عندكم ببلاش، يلا ادخلوا بقى وشوفوا. لو انت مبتدئة واول مرة تدخلي عندي، يا ريت ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة وتفعلي الزر على كلمة زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد، يجيلك اشعار بكل فيديو بامر الله ينزل ان شاء الله. ولو انت معايا ومتابعاني ومن حبايبي اللي متابعاني على طول، حطي ايدك على اللايك يا قمر كده فضلا وليس امرا، وادعميني بلايك وبتعليق حلو منك. طيب احنا النهارده جايين نعمل ايه؟ هنعمل شنطه طنط هنا؟ لا مش هنعمل شنطه النهارده. طيب هنعمل ايه؟ عندي صوره كانت متابعه ليا بعتها لي، كانت بتوريني يعني حاجات هي هتعملها، فيها علبه للفرش بتاعه المكياج. احنا كنا صممنا شكلين بامر الله، ده بقى الشكل التالت عجبني من بواقي الخرز اللي عندك، برضو هتعمليه، مش محتاج كميه ولا حاجه، هي للفرش بس شكلها حلو ومعموله بديزاين شكله عجبني، سهله جدا على فكره، هتخلص معانا يعني في وقت صغير. انا عندي بواقي هوريهم لكم واحنا بنشتغل، ونبتدي على طول ورشتنا وان شاء الله تعجبكم. طبعا الاشكال دي بتبقى حلوه للعرايس، بتبقى حلوه على السراحه كده، بتديها شكل قيم، بتديها يعني فانتوا بتطلبوها كتير. فتعالوا يلا بينا نبتدي بقى ورشتنا، ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول، ونشوف هنحتاج ايه علشان نعمل علبه الفرش. المره دي بقى هتبقى مربعه مش مدوره زي كل مره، في اختلاف والشكل عجبني وان شاء الله يعجبكم بامر الله. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا نبتدي ورشتنا، يلا بينا. تعالوا نشوف بقى مع بعض احنا حضرنا ايه. زي ما قلت لكم، اي بواقي عندك بقى من لولي، من كريستال، من الفوانيس، انا هشتغله بالسداسي ده بتاع الفوانيس ده. دي بواقي كانت عندي، وده مقاس 12 كان عندي، تمام. عندك مقاس 10 ماشي، مقاس 8 ماشي، زي ما انت عايزه تعملي اعملي. انا هعمل لكم نفس الشكل اللي انا شفته في الصوره بنفس الاعداد، عشان حتى لو انت اشتغلتي بمقاس 10 بمقاس 8، هي معموله بمقاس 10 وكان سداسي كده برضو، انما برضو لو انت عايزه تنفذيها باي نوع تاني هتنفع عادي، مفيش مشكله. هعمل لك نفس الاعداد تمام اللي في الصوره، مش هتاخد 200 جرام ولا رؤية، مش هتعدي ربع كيلو يعني. المقص بتاعك والبنز والخيط بتاعك، والمفروض بقى ايه يعني كل خيط على حسب، يعني كل خرزه على حسب الخيط بتاعها بقى، يعني المفروض ده مقاس 12 استخدم 70 80 في الخيط بتاعي، بس طبعا انا ما عنديش، هستخدم مقاس 60 اللي عندي، تمام. انت جمدي ايديكي بقى والخرزه اللي عندك والخيط اللي عندك اشتغل. احنا قلنا ايه؟ نشتغل بكل الخرز اللي موجود عندنا، احنا لازم ننجح المشروع بتاعنا. تعالوا بقى نبتدي. اربع خرزات كلهم بالابيض ده الشفاف، زي ما قلت لكم ده مقاس 12 كان بواقي فوانيس عندي. ابتكري شوفي ايه عندك بواقي وطلعي وشوفي ينفع انك تشتغلي بيه ايه. دي تالت ورشه على القناه لعلب الفرش اللي هي بتاعت المكياج، تمام. اجي اربع خرزات اهم وهربط، طبعا انا هشد جامد عشان الخيط بتاعي رفيع مش تخين. احط اتنين في طرف، وارجع فيها كده واعمل الحلقه بتاعتي اهو، والطرف التاني هحط واحده. دايما بحب ابتكر معاكم واعمل اشكال كده ببواقي الحاجه اللي موجوده عندك علشان ما تتكلفيش وتشتري حاجه،
حتى لو هتعمليها ليكي ما برضو مصلحة اهو، اتنين في الطرف وواحدة في ايه في الطرف التاني، وجمدي ايدك عشان شغلك يبقى جامد اهو. تمام، ادي اتنين، انا هحتاج لونين عشان في خط في النص، هعمله خط على شكل فيونكة، فالفيونكة دي هتبقى بلون تاني عشان تبان. اتنين في طرف واحدة في طرف، ادي تالت غرزة. وبعدين الرابعة، اتنين في طرف واحدة في الطرف التاني، ادي كده رابع غرزة. انا عايزاهم خمسة، فخامس غرزة هحط في طرف الخيط اللي من بره ثلاث خرزات مرة واحدة، ونرجع كده نعمل الحلقة وندخل الطرف التاني اهو. تمام، ادي كده عملت خمس غرز. هطلع سطر جديد، احط ثلاثة في الخيط اللي من بره وارجع اعمل الحلقة وادخل الطرف التاني. ادخل في اللي جنبها، هحط خرزتين، هحط لكم الموديلين التانيين في صندوق الوصف، والصور بتاعتها برضو هتظهر لكم على الشاشة دلوقتي، وفي اخر الفيديو هيظهر الفيديوهين في الشاشة. في نهاية الفيديو هيبقى فيه الاتنين فيديو هيبقوا فوق، يعني انت لما هتدوسي على الصورة اللي هتظهر لك فوق هيدخلك على الفيديو على طول، عشان برضو تتفرجي على الاتنين التانيين. حاجات برضو في منتهى الشياكة وتنفع عرايس وكل حاجة. كده تلاتة، وبعدين هحط اتنين، واخر غرزة هدخل فيها اهي بالخيط اللي من تحت، وبعدين هتقلبي شغلك كده الناحية التانية، وهاتي الخيط اللي من بره حطي فيه خرزتين. اللي مش متعلم بقى معانا الغرزة الرباعية اهي يا جماعة، الغرزة الرباعية طلعت اهو صفين. طيب الصف التالت، كان يعني في متابعة ليا بعتالي طنط ممكن تقول لنا الصف التالت هنطلعه ازاي؟ حبيبتي ما الصف التالت زي الصف التاني عادي، تعالوا نعمله مع بعض. ادي تلات خرزات اهو، في مفاجأة على صفحة عالم هناء للخرز لما نبتدي البث المباشر لكل المبتدئين. تابعوني، ادخلوا على عالم هناء للخرز، دي الصفحة الجديدة. احنا عارفين الصفحة القديمة اللي هي عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، دي اللي احنا بننزل عليها اللينكات بتاعة الشغل بتاعنا اللي على اليوتيوب. الصفحة الجديدة اللي احنا عملناها عالم هناء للخرز دي بننزل فيها فيديوهات تعليمية برضو، بنرد على الاسئلة، بتخشولي في الخاص وبرد عليكم، وبننزل فيها الصور بالموديلات الجديدة، وهيبقى فيها بث مباشر. وبأمر الله في البث المباشر المبتدئين لهم عندي مفاجأة بأمر الله، تابعوني عشان لما تكبر الصفحة هنبتدي البث المباشر واقول لكم على المفاجأة اللي انا عاملها. تاني غرزة،
هحط 2، يعني التاني زي التالت زي الرابع زي الخامس، تكرار بقى، انت بتكرري السطر وبتعملي الطول اللي انت عايزاه، ده التكرار، عشان لما تيجي برضو تعملي الشنطة بتاعتك مش معقولة هنعمل في الفيديو نطلع 25 سطر او 27 سطر في نفس الفيديو، انت لازم تكوني متعلمة ازاي تعملي جسم الشنطة. واللي مش متعلم بقول له عندك كورس تعليم شغل الشنط للمبتدئين في صندوق الوصف، حاجة ببلاش كده. يلا في اللي جنبها اهو هحط 2، والله السطر التالت ده عشان المتابعة اللي بعتالي على السطر التالت بس. يا رب تكون بتتابع كل الفيديوهات. اهو هحط 2، تمام، وصلت لاخر خرزة اللي هي اخر غرزة، هدخل فيها بالخيط من تحت عادي. اهو تمام، امسكي شغلك، اقلبي الناحية التانية. فيها حاجة دي؟ مفيهاش حاجة صح؟ يلا حط 2 بقى في الخيط اللي من بره عشان اطلع على سطر جديد. انا عايزاهم كم سطر؟ انا عايزاهم 5. كده عملنا 3، اعملي بقى 2 كمان، كمليهم 5 ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. يلا استنوني. خلصنا ال5 سطور بتوعنا، بقت قطعة 5 في 5. تعالوا بقى هنعمل سطور رباعية واقفة، 3 خرزات. داير ما يدور، هنحطه مرتين بقى عشان ايه امتن. هدخل في اللي جنبها هحط 2 خرزات. اللي جنبها برضو حط 2، خرزة خرزة وحط 2. دي اخر غرزة في السطر، همشي زي ما انا ماشي والف كده وادخل وخرزة خرزة برضو داير ما يدور، مش هغير خيط ولا هغير اتجاه ولا اي حاجة، انا همشي كل ما تقابلني خرزة ادخل فيها واحط 2.
اي اختلاف. مين يا بنات وصل لغاية هنا وما حطش اللايك ولا التعليق الحلو كده؟ حط ايدك على اللايك يا قمر قبل ما تنسي. اهو اللي جنبها. تمام، هلف برضو نفس الطريقة لغاية الآخر، خرزة خرزة واحط اتنين. مفيش اي حاجة. هلف كده برضو وكده، هرجع لكم في اخر غرزة ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وصلت كده لاخر غرزة دخلت فيها وبعدين طلعت في الغرزة اللي واقفة دي، يبقى كده معايا بين الخيطين 3 خرزات هحط عليهم واحدة تبقى الرابعة. ركز بقى مع بعض عشان هنشوف هنعمل ايه في السطر التاني. الغرزة اللي في الجنب دي كلها ابيض عادي، هحط 3. كده هدخل على الجنب التاني بعد دي، يعني دي كده كانت اخر غرزة. مع بعض هندخل بقى على الناحية التانية. احنا كده في اول غرزة في السطر، نركز بقى مع بعض. اول غرزة اهي في السطر هحط 2 برضو الابيض الشفاف. تمام، الغرزة اللي وراها واحدة نبيتي وواحدة أبيض. تمام، الغرزة الثالثة اثنين ابيض. الغرزة الرابعة نبيتي ابيض. الغرزة الاخرانية اثنين ابيض. تمام، هكمل 3 التانيين كله ابيض. تمام، كله ابيض، ولما نيجي في الاخر خالص هنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلصنا كده السطر التاني ودينا هو واقفين على الخرزة. تمام، طيب تعالوا بقى نبتدي السطر التالت ونشوف هنعمله ازاي. هتحطي ابيض
نبيتي ابيض، تمام. اللي جنبيها هنحط نبيتي ابيض، لفي بقى كده. دخلنا على الجزء بتاع الفيونكة، تمام. هحط نبيت ابيض، تمام. الخرزة اللي وراها اللي هي الحمرة دي، اللي هي النبيتي دي اللي انا هدخل فيها، هحط اتنين نبيتي، اتنين نبيتي، واحد اتنين. رسمة الفلونكة بتاعتنا تمام. وبعدين اللي وراها اتنين نبيتي برضو، وبعدين هدخل في النبيتي دي هتحط فيها نبيتي ابيض، نبيتي ابيض اهو، واربط ترتيب الالوان ده عشان الفيونكه اللي هتظهر في الشكل، تمام. طيب بقيه الخرز داير ما يدور، نبيتي ابيض اهو للاخر، هنلف داير ما يدور نبيتي ابيض، نخلصهم نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. وصلنا لاخر غرزة في السطح، هحط واحدة نبيتي. نطلع على سطر جديد، ثلاثة أبيض، أدخل في اللي جنبها اتنين أبيض، جنبها اخر واحدة في السطر ده الجزء يعني ده اتنين ابيض،
لفي بقى على المكان اللي هو بتاع الفيونكة، لف هنا كده هنشوف هنعمل ايه. هدخل في اول كرزة هحط 2 ابيض، وبعدين في اللي جنبها احط ابيض نبيتي اللي جنبها هحط ابيض نبيتي كده. عملنا الفيونكة بتاعتنا شايفينها كده، كأننا ايه عملنا شريط ستان وفي الاخر ربطناها بفيونكة. فاهمين الديزاين ازاي؟ بقية السطر كله هيبقى 2 ابيض كده. احنا عملنا خلاص الرسمة بتاعتنا اللي احنا عايزينها، اللي هي بتاعت ايه الستانة اللي مربوطة بفيونكة. هنكمل بقى السطر كله 2 ابيض شفاف، وبعدين نطلع نعمل الطول اللي احنا عايزينه كله بالابيض الشفاف كده. احنا عملنا الرسمة اللي احنا عايزينها بس، انما الباقي كله خلاص هيبقى الابيض بتاعنا. عشان ما اطولش عليكم بقى والفيديو يطول على الفاضي، احنا كده هنطلع سطور حوالي 3 سطور كمان، هشوف برضو هخلص واقول لكم كلهم ابيض شفاف خلاص، ما بقاش في رسمه وبقاش بفين بيتي بقى خلاص. تمام، اهي الرسمه اللي احنا عايزينها. هخلص وارجع اوريها لكم بعد ما اخلص. رجعنا اهو من تاني. بصوا بنات انا خلصت عملت ايه، شايفه السطر اللي في النص ده؟ ده المفروض يبقى في النص، يعني تحت يبقى قد فوق، يعني هنا مثلا في 1 2 وده التالت، يبقى فوق نفس الحكايه 1 2 3، علشان الشريط الستان اللي احنا حاطينه في النص ده يبقى في النص. فاهمين؟ ده على شكل شريط ستان ومعمول له فيونكه اهي، وادي الفيونكه. تمام كده، اللهم بارك خلصت، خدتش في ايدينا حاجة. اتمنى الورشة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم، واشوفكم ان شاء الله في ورش جاية كتير. متنسونيش باللايك وبالتعليق الحلو منكم، واللي ما اشتركش في القناة يا بنات يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.